2013 وقلت ده موضوع ما فيش قبل ما تبدا كل عمليات الحرب على الارهاب، قلت قبل ما تبداوا احنا هنستدرج لمنطقه مش مظبوطه هتبقى مكلفه للغايه. انت النهارده عندك المبرر انك تعمل عمليه امنيه مش عسكريه في غزه، لان انت عندك انت مش من 25 يناير، انت عندك بعدها رفح الاولى كل العمليات الارهابيه اللي تمت في مصر سواء في الداخل او في الخارج فيها عناصر فلسطينيه. تقول لي بقى من حماس، تقول لي من الجهاد، كل دي بس طالعين من البيان اللي طلع من حماس كان كاشف، بيقول لك مش احنا، هي جهه ثانيه لكن بتعمل عمليه خلط في الاوراق. طب هي مش إيه مش إيه ممكن تسيطر على مش تسيطر على غزه؟ انت المسؤول على الارض، انت المسؤول عن الـ عن الـ عن الـ عن اداره حماس، عن اداره غزه. وانت قلت ان انت وانت عندي الاسبوع اللي فات، ما انت كنت عندي الاسبوع اللي فات جاي تتفاوض علشان ابو مازن النهارده في القاهره. يعني في امور الحقيقه، شوف انا اؤمن بان الخيانه شيء في التكوين مش الحمساوة، في كتير من الفلسطينيين. واحنا لازم احنا نقول للناس مش عايزين بس نعمم على كل الشعب، لا لازم اعمم من فضلك من فضلك، مش عايزين نعمم على الشعب نفسه كله. استاذ محمد شوف يعني برضه احنا ضد التعميم، يعني احنا بنتكلم على بعض العناصر اللي هي ممكن بتلحق الضرر بمصر. انت لسه شاب، انت وابوك وجدك اللي اسمك في لقمه عيشك وخلاك في المستوى الاقتصادي اللي فيه النهارده للقضيه الفلسطينيه مش القضيه الحمساويه ولا الغزاويه. بس في الاختلاف في المساحه دي دكتور سعد، ما ينفعش اصلا شعب كامل بانه انا اختلف كيفما شئت ده لك، لكن انا بقول على مسؤوليتي وواقع اللي خلاك الوضع الاقتصادي اللي انت فيه النهارده، انك لوحدك تحملت الوضع الاقتصادي، واكتر حد انتهك ارضك وعرضك للان من العرب هم الفلسطينيين. تقول لي بقى من حماس، تقول لي هم حماس دول ايه؟ انا عاوز افهم يعني حماس ما عدتش حماس. حماس طلع منها دلوقتي اكتر من 15 او 19 فصيل. هم منين الجهاديه والتكفيريه والحاجات اللي موجوده داخل القطاع؟ دول مين طالعين من عباءه حماس؟ اذا يعني عشان ما اقفش عند دي كتير وعشان ما تتضايقش، لكن ليا حق اتضايق اي مصري حق يتضايق. انا بقول لك لم ينتهك ارضك ولا عرضك الا الفلسطيني. تمام.